عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكم الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمرو، تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. طبعا يا جماعة مفاجأة النهاردة وبإذن الله ياخد ترند. نزل النهاردة المهرجان بتاع صاحبك كلبك. طبعا مهرجان جميل جدا، يا ريت كل الناس تخش تتابعه على قناة مي ميوزك. بإذن الله هنحط لكم الرابط تحت الحلقة ديت. طبعا لسه المهرجان والله نازل دلوقتي، بصراحة يعني حاجة كلنا مبسوطين منها. وعلى فكرة يعني مهرجان بصراحة جميل جدا جدا جدا، وشكرا طبعا للفريق اللي قام بالمهرجان، وشكرا لكل الناس اللي متابعانا، وشكرا طبعا لكل الناس اللي مشتركة معانا هنا في المزرعة كمان، اسلام وزياد وابراهيم ومزياد وكل الناس اللي بتشتغل معانا. طبعا شكرا ليهم جدا ان سهروا بصراحة اليوم ده. وطبعا احمد تيمو احلى مسا عليه المخرج، واسلام فيجو وكاريكا والنرويجي وايكا والناس الجميلة دي كلها. المهرجان باذن الله هتتابعوه دلوقتي، هنحط لكم الرابط بتاع القناه اللي عليها المهرجان طبعا تحت الفيديو ده، وباذن الله هيعجبكم. تحياتي لكم جميعا، لكل مربين الكلاب في كل مكان في محافظات مصر وكل مكان في الوطن العربي. يلا بينا يا جماعه نشوف المهرجان ونحط الرابط تحت الفيديو. تحياتي لكم جميعا. بتكسر حديدة وطول لكنها صافية القلوب وبتكره الملاعين الشراب بتعمل. تابعوا بقى يا جماعه المهرجان على قناه مي ميوزك، هنسيب لكم الرابط في الفيديو تحت في الوصف تحت الحلقه ديت. تحياتي لكم جميعا، ويا رب يعجبكم، ويا رب على قد ما نقدر ان احنا نعمل لكم حاجات تبسطكم. تحياتي لكل مربي كلاب في كل مكان. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واوعى يا جماعه تنسوا لايك للمهرجان علشان نوصل بيه للترند. لو المهرجان سمع بطريقه كويسه باذن الله هنعمل لكم تاني وتالت ورابع، وهيكون احسن من كده بكتير.